بتكليف من الخطيب أنديل يمثل الأهلي في وضع خريطة الدوري الجديدة، والأهلي وصل القاهرة حمد لله على السلامة بعد الفوز على فيتا كلوب في الكونغو، والأهلي راح من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام تبدأ من اليوم الأربعاء، والأهلي يضاعف المكافآت للاعيبة بعد الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة. وسيد عبد الحفيظ كنا بنلعب على تراب وردينا على مدرب فيتا كلوب، وموسيماني كنت واثق من الفوز على فيتا كلوب، والأهلي يمتلك جيل رائع من اللاعبين، ومحسن صالح الأهلي لديه قوة سداسية هيبة وتاريخ وجماهير وإدارة ولاعبون وجهاز فني ومدرب النادي الأهلي. الأداء أمام فيتا كلوب لم يفاجئني، وهدفنا الصدارة، وأحمد حسين ميدو والأهلي يقدم صورة مضيئة للكرة المصرية، وإدارة الأهلي هي الأقرب لأوروبا في كل شيء، وطارق يحيى مهاجما لعبه الزمالك، انظروا للأهلي وتعلموا منه. والنقاز بعد الفوز على الزمالك نسعى لعبور المولودية وتنجد ولن نتهاون في المباريات المقبلة. ورسميا المصري البورسعيدي يمدد عقد لاعبه كريم العراقي، وشوقي غريب يعلن اليوم قائمة المنتخب الأولمبي للمعسكر المقبل، واتحاد الكرة مباراة المنتخب وجزر القمر بدون حضور جماهير بسبب تعليمات الكاف، وأندية الدوري الممتاز ترفض ضغط المباريات وترحب بانتهائه أكتوبر المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كورة سبورت أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم. في البداية ما تنساش تصلي على حبيب المصطفى في الكومنتات، وكمان اطلع دوس لايك للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق النادي الأهلي. ويلا بينا على بركة الله نبدأ أخبار النهاردة. بدر بنون يطير إلى بلاده خلال الساعات المقبلة للانضمام للمنتخب المغربي، وولتر بواليا يقضي أجازة النادي الأهلي في الكونغو، وجونيور أجاي يحصل على إذن من الجهاز الفني بالعودة إلى بلاده مستغلا الأجازة لزيارة أسرته. حمد الهوني بعد مباراة الزمالك والترجي اللي كسبوا الزمالك 1-0 في استاد القاهرة خرج بتصريحات نارية، قال لك أتمنى مواجهة النادي الأهلي في الدور المقبل بعد المجموعات في دور الثمانية. أنا من هنا بقول لك أنا أتمنى مقابلة الترجي التونسي لسببين. السبب الأول إن هو أكون أخد بطاري منك، أنت كترجي أكسبك ورجع حقي منك، مع العلم إن أنا دايس على وشك رايح جاي قبل كده كتير كذا مرة، ولكن مش النادي الأهلي اللي يخاف من أي حد أو يسيب حقه عند أي نادي زي ما حصل مع صن داونز، زي ما حصل مع الوداد المغربي. فبإذن الرحمن القرعة توجعنا مع الترجي التونسي عشان نعرفه مقامه، وكمان للسبب الثاني إن احنا نكسب الترجي التونسي عشان خاطر نادي الزمالك ابن بلدنا نجيب حقه هو كمان، وبإذن الرحمن القرعة توقعنا مع نادي الترجي التونسي. تعال نروح بقى لأفريقيا وتخلف القارة السمراء في إنها معتقدة بوجود السحر داخل ملاعب كرة القدم، أو إن السحر والشعوذة تقدر تديني الثلاث نقاط من أي مباراة أنا عاوزها. لو كان فعلا موجود شغل السحر والكلام ده كله كان زمان المغرب هي بطلة كأس العالم، بالإضافة إلى أنديتها كانت هتستحوذ على كل البطولات اللي هتشارك فيها قاريا أو عالميا لو كل حاجة ماشية بالسحر. النهاردة نادي بيراميدز تعرض لموقف غريب جدا جدا جدا، بعثة الفريق وهي نازلة الإحماء قبل المباراة تفاجأت بأن الملابس بتاعتها اللي هيلعبوا بيها عليها مادة بيضة غريبة، فغسلوا التيشيرتات وينزلوا التيشيرتات في ارض الملعب، فرشوها على النجيل الطبيعي في ارض الملعب عشان خاطر تتعرض التيشيرتات لأشعة الشمس، وبالتالي يتم تطهيرها من المادة الغريبة اللي كانت على الهدوم. وكمان قدمت بعثة بيراميدز شكوى رسمية لمسؤولي الكاف وإدارة المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم للتحقيق في الواقعة. نتمنى كلنا عودة بعثة نادي بيراميدز بالسلامة إلى مصر بإذن الرحمن. تعال نروح لإبراهيم سعيد وهو بيهين نجوم نادي الزمالك بعد الخروج بفضيحة من دوري الأبطال الإفريقي أمام أو بالخسارة أمام الترجي التونسي في ملعب القاهرة، وهي أول خسارة لنادي مصري قدام الترجي التونسي في التاريخ.
قال إبراهيم سعيد بعد المستوى المتواضع لفرجاني الساسي آخر فترة، لو إدارة الزمالك عرضت عليه 1.5 مليون يبوس دماغهم. ما هو مش هيديك 100 مليون عشان خاطر تكسب الدوري المصري بس. وبالنسبة لزيزو بعد المستوى الأقل من المتواضع ده، يحمد ربنا ان هو بيلعب في نادي زي نادي الزمالك. بأمانة كده خلينا متفقين ان إبراهيم سعيد كلامه مظبوط 100%، ولكن ياريت جماهير نادي الزمالك تفهم الكلام ده. احنا مش بنمشي بالعاطفة، انت بتحب فرجاني ساسي وكل حاجة، لكن نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك العظيم ده اهم من 1 مليون زي فرجاني ساسي. اللعيبة بتيجي وبتروح وبتمشي وكل حاجة، لكن نادي الزمالك هو اللي هيفضل وتشجيعك، لان انت بتشجع نادي الزمالك مش بتشجع لعيب او غيره، مش بتشجع فرجاني ساسي، انت بتشجع كيان كبير. نادي الزمالك يا جماعة نادي كبير جدا مش نادي صغير، ونادي جماهيره محترمة. اما بالنسبة للناس اللي بتقول للأسف الزمالك بيدفع تمن تشبع الجيل الحالي اللي هو احسن جيل من بداية الألفية الثانية بعد اللي وصلوله واللي حققوه الموسم اللي فات، بعد اذن سعادتك الناس اللي بتقول الكلام ده، اما اللعيبة دي خدوا ايه او وصلوا لايه او ايه التشبع اللي هم وصلوا له، البطولات اللي هي خدتها عشان خاطر يوصلوا لدرجة التشبع، البطولات اللي هم خدوها ايه؟ السوبر الافريقي والسوبر المصري بالاضافة لكاس مصر، دي البطولات اللي كسبتها او كسبوهم الجيل الحالي في نادي الزمالك، السوبر الافريقي والسوبر المصري وكاس مصر بالاضافة للسوبر المصري السعودي، لو انت عاوز تحسبه بطولة فهو بطولة للجيل الحالي. يا جماعة الناس دي مفروض تتعلم من جماهير النادي الاهلي. احنا لما كسبنا الزمالك في نهائي افريقيا الموسم الماضي قلنا احنا عايزين 10، فرحنا النهاردة كسبنا، النهاردة فرحنا بجول قفشة وكل حاجة والبطولة، تاني يوم احنا قلنا احنا عاوزين البطولة 10، ما قلناش لا خلاص كده بقى احنا شبعنا مش عايزين بطولات تانية. واتعشت على رأي خالد الغندور لما كسبت السوبر المصري من النادي الاهلي، وقابله باسبوع كان السوبر الافريقي، خالد الغندور طلع على الهواء قال لك اتعشت كده خلاص ما قلناش عايزين اي حاجة. النهاردة كان في اجتماع لاتحاد الكرة برئاسة المهندس احمد مجاهد، وطرح احمد مجاهد على الاجتماع او على ممثلي الاندية المصرية رؤية اتحاد الكرة او اللجنة المنظمة للبطولة في تخفيف ضغط المباريات على الاندية تفاديا لامتداد الموسم الحالي الى ما بعد شهر اكتوبر المقبل، وكمان كان بموافقة الاندية وكل الاندية موافقة انها تلعب مباريات الدوري العام كل 3 ايام كل 72 ساعة، او الموافقة على اداء المباريات بدون لاعيبة المنتخب الاولمبي بالذات خلال فترة اعداد المنتخب ومشاركته في الدورة الاولمبية في طوكيو، كمان بالاضافة الى ان هم يلعبوا الدورين في دور 16 ودور 8 لبطولة كاس مصر بدون اللاعبين الدوليين، ورفض الاقتراح الثاني كله الاندية المشاركة في بطولة الدوري، ووافقوا على انهم يلعبوا كل 3 ايام او كل 72 ساعة مباراة، ولكن باستثناء النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي رفض كل اقتراحات اتحاد الكرة او اللجنة الثلاثية بشأن استمرار الدوري العام، وطلب بإلغاء بطولة الدوري العام رسميا لعدة أسباب أو لأسباب عديدة، منها أن النادي الإسماعيلي مفيش فلوس يدفعها للاعيبة، وكمان أن النادي الإسماعيلي مهدد بالهبوط، هو أول الفرق مهدد بالهبوط، وأنه هو لو ما تدركش الموقف بسرعة يعرض نفسه للهبوط لدوري الدرجة الثانية، فده كان طلب مسؤول النادي الإسماعيلي بإلغاء الدوري العام هذا الموسم ونبدأ دوري جديد على نظافة أو بنفس الفرق، ولكن رفض اتحاد الكرة طلب النادي الإسماعيلي بإلغاء بطولة الدوري وأقر باستمرار البطولة